لنقاش الملف اليمني ينضم إلينا الكاتب السياسي نبيل البكيري عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم. في البداية نسألك عن فرص نجاح كبير المراقبين الدوليين الجديد مايكل لوليسغارد في مهامه بعد وصوله اليوم إلى اليمن. باعتقادي تكرار الأخطاء في اليمن في الملف اليمني من قبل الأمم المتحدة أصبح ديدنا دائما من المبعوث الأممي الأول ولد جمال بن عمر فولد الشيخ فالآن المبعوث الجديد وأيضا المبعوث الخاص الذين قدم استقالته كاميرت قبل أيام وليخلفه لويسغارد، كل هذا مؤشر على أنه يستحيل السلام في اليمن في إطار وجود جماعة ميليشيوية بهذه العقلية وهذا النهج البعيد عن الاشتغال السياسي وعن نية السلام أصلا التي لا توجد لدى هذه الجماعة. وبالتالي كل المؤشرات اليوم كل المؤشرات لا توحي أو لا تؤشر إلى أن هناك نية حقيقية للسلام، وإنما هناك سيظل الحرب هو سيد الموقف ربما لفترة أطول. بالحديث عن هذا المستقبل في الأيام المقبلة، ما هي توقعاتكم لتحركات المقبلة لميليشيا الحوثي تحديدا، خاصة وأنها كانت السبب الرئيسي لإعاقة مهام كاميرت الجنرال كاميرت ودفعه لتقديم الاستقالة؟ يدرك الحوثيون جيدا أن معركة الحديدة بالنسبة لهم هي معركة مصيرية باعتبارها معركة سقوطها أو خسرانهم لهذه المعركة يعني قطع كل إمداداتهم العسكرية واللوجستية والمالية أيضا باعتبار هذا الميناء يدر عليهم آلاف ملايين الدولارات يوميا. وبالتالي هم ذهبوا إلى ستوكهولم حينما شعروا أنهم سيخسرون هذه المعركة. اليوم من خلال الذهاب إلى ستوكهولم وما ترتب على ذلك من منح مزيد من الوقت لترتيب صفوفهم والاستعدادات العسكرية القتالية لديهم هناك كبيرة ومتوالية، وبالتالي أنا باعتقادي أنه لن يكون هناك أي مسعى حقيقي للسلام. لكن ما هي تحركاتهم المقبلة؟ هم يدركون ويدرك الجميع أيضا بما فيهم القوات الحكومية أنها معركة مصيرية وأن الحرب في اليمن لن تتوقف بمجرد مصالحة سياسية أو الجلوس أو التفاوض. هذه الجماعة خيارها عدمي، وبالتالي أنا باعتقادي لن يكون هناك أي توجه للسلام إلا من خلال الحرب الحقيقية والحسم لمعركة مع هذه الميليشيات، لأنها لا تؤمن بالدولة ولا تؤمن بالسلام ولا تؤمن بالسياسة ولا تؤمن بالتعددية، وبالتالي سيكون من المحال والمستحيل الحديث عن سلام معهم. بالحديث عن هذا السلام، إلى أي مدى تظن أن هناك تقاطع أو تناقض بين إعلان ستوكهولم وبين المفاوضات الجارية اليوم بعمان حول ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة؟ ما يجري في عمان هو نوع من يعني إحياء آمال السلام، ليس إلا هي نافذة من نوافذ الإطلالة على أنه لا زال لمباحثات ستوكهولم لا زالت أوضاعها موجودة، وأنه يعني سيمكن من خلال ملف المعتقلين والأسرى أن يظل مسار السلام قائما. لكن أنا باعتقادي أيضا الفشل الحاصل في هذا الملف وهو فشل كبير نتيجة للتجزئة التي تم التعامل معها في الملفات اليمنية باعتبار الأزمة قائمة على معركة الحديدة، وبالتالي كانت المقدمات الأممية خاطئة في التعاطي مع هذا الملف مما أدى إلى هذه النتائج الخاطئة التي تمثلت في فشل وقف إطلاق النار في الحديدة، تمثلت في عدم وصول إلى أي نتائج حقيقية في ملف الأسرى والمعتقلين. نشكرك الكاتب السياسي نبيل البكيري، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا.